مكونات السلطة الظريفة قوي دي عبارة عن ايه؟ معانا الكينوا اللي انا حطيتها هنا، معايا كمان كوبايتين كينوا، كوبايتين حمص، معانا كمان كوبايتين خيار متقطع مكعبات، بصل احمر، بقدونس مفروم، اوراق نعناع مفرومة، فستق مملح ومحمص مجروش زي ده، تقدروا تستغنوا عنه لو مش موجود. معانا كمان جبنة بيضة فتة او براميلي اللي تحبوه، ومعايا ملح وفلفل. الدريسنج بتاعي عبارة عن نص كوباية عصير ليمون وزيت زيتون، معلقة كبيرة عسل، ملح وفلفل. هعمل ايه؟ بصوا، نجيب دول هنا، معايا الخس ده زيادة، هوريكوا هقدم السلطة بطريقة مختلفة كمان. انا عكس ما بعمل، انا عاده بجيب مكونات السلطه اخدها وبعدين بوله اخلطها وبعدين بوله تانية واعمل فيها دريسنج. انا دلوقتي هعمل الدريسنج الاول وهنزل بمكونات السلطه على الدريسنج واقلبهم مع بعض. الليمون، زيت الزيتون، العسل، الملح والفلفل. انتوا عارفين دايما ايه ده بتاكلني كده على شويه شطه مجففه، بتدي، عايزه اقول لكم هي مش سبايسي، هي بتدي حلاوه للاكل خطيره. طيب اتاكد بس ان العسل داب كويس في الخليط ده، وانزل بقى بالايه، بالكينوا اول حاجه عشان هي دي اكتر حاجه عايزاها تشرب الخليط بتاعي ده. عارفين مره كنت مع صاحبتي شاميه بتعمل سلطه فيها برغل، فعملت الدريسنج كده برضو وحطت البرغل في الدريسنج وبعدين ضافت بقيه السلطه. عايزه اقول لكم الطعم، انا بعمل نفس الوصفه بتاعتها لاني واخداها منها، الطعم لما حطت البرغل في الاول يشرب الدريسنج لوحده الطعم مختلف احلى بكتير. طيب دلوقتي بقى ايه؟ طب ما عندناش كينوا وعايزين نعمل السلطه الحلوه دي، هتحطوا برغل اسمر او هتحطوا فريك، خلاص الاثنين هيشتغلوا، فيهم سعرات حراريه اعلى شويه، فيهم بروتين اقل شويه. عايزه اقول لكم لا، الفريك مش اقل، سعراته اعلى بس بروتينه تقريبا هو هو. فتقدروا، البدايل كلها موجوده. طيب هنقدمها ازاي؟ هنقدمها بطريقتين. معايا اول طريقه ان انا احطها عادي فين؟ اهي في طبق ببساطه، وهحط على الوش الجبنه البيضه، اكسرها بايديا. عايزه اقول لكم السلطه دي يعني مش بتبوظ، انا ممكن اسيبها في الثلاجه كل يوم طعمها بيحلو اكتر من اليوم اللي قبله، ممكن تقعد معايا 4 ايام هايله في علبه. هل فايدتها هتفضل هي هيها؟ لا، لان الفيتامين سي ما بيحتاجش، ما بيستحملش فتره كبيره بره التلاجة، ولكن بيبقى طعمها ظريف جدا. هاخد بقى ايه، حط شويه من الجبنه. خد ايه، انا جايبه جبنه براميلي بصراحه عشان بحب الجبنه البيضاء الناشفه الحادقه، بس انتوا تقدروا تستعملوا اي نوع انتوا عايزينه، عايزين تحطوا فته، عايزين تحطوا ملح خفيف،